عظيم. ده محمد الشناوي. محمد عواد رايك ايه في الفتره محمد عواد؟ انا بعتبره هو افضل حارس مرمى في اخر مثلا اخر 7 8 ماتشات في الدوري. في كل الحراس اللي بيلعبوا في الدوري محمد عواد هو احد الاسباب الرئيسيه في فوز نادي الزمالك او منافسه نادي الزمالك على الدوري لحد الوقت ده هو محمد عواد. لان هو تصدى لاهداف فرقت جدا 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 وصنعت فرق مع نادي الزمالك في ماتشات كتير اثرت على نتيجه المباراه. طبعا. حتى بما فيها ان احنا بنتكلم على بكره ان شاء الله او النهارده انت بتلعب نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت. احد الاسباب الرئيسيه في ان الزمالك يوصل للمباراه دي هو محمد عواد في تصديه لضربتين جزاء في مباراه اسوان. صح مش كده؟ صح. كان سهل جدا جدا ان اسوان يطلع نادي الزمالك من البطوله لو بس يعني واحده دخلت او ممكن الاثنين يخشوا. صحيح. فانا عايز اقول ان محمد عواد هو من افضل حراس المرمى الموجودين في الدوري. طبعا عواد ما لعبش من اول السنه او بقاله اكتر من 3 سنين في نادي الزمالك. بدايته في نادي الزمالك ما كانتش موفقه قوي وقلنا الكلام ده البدايه ما كانش هو لوحده كان برضو الفريق كان النتائج كلها مش مساعده كابتن كريم. انا محمد عواد حارس مرمى موهوب حارس مرمى عنده سرعه رد فعل سريعه جدا 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 وعنده اداء حركي سريع جدا بحكم طبعا عواد جسمه برضو ايه مش ما عندوش الطول الفارع فده مساعد في الاداء الحركي ومساعد في سرعه رد الفعل. فانا بعتبره هو واحد من افضل. اتاخرت مشاركته اساسا مع نادي الزمالك برضو كان بص كان في 3 حراس مرمى في نادي الزمالك والثلاثه يعني احنا زي ما انت فاكر انت 2018 جنش عمل موسم تاريخي. صح. مع نادي الزمالك. صح فاكر الموسم طبعا كان موجود في منتخب مصر لولا طبعا الاصابه اللي جات له وكسر او وتر اكيليس فهو كان عامل موسم تاريخي في نادي الزمالك كان موجود في السنه دي عواد تقريبا. بعدها برضو شارك ابو جبل والامانه ابو جبل كان ماشي فتره كبيره جدا مع نادي الزمالك بشكل كويس. خد بالك ما هي مركز حراس المرمى ده لما حد بيلعب وبيأدي بشكل كويس مش من سهل ان انت تطلعه تاني زي بالظبط كده حاله عواد دلوقتي. صح. هل ابو جبل لما يرجع وعواد بالمستوى ده ابو جبل هيلعب؟ مستحيل ياخد مكانه بقى تاني يفضل بقى مكمل لحد ما عواد وعواد بقى مش معنى ان عواد بقى يلعب مباراه وحش او يبقى فيه خطا منه او خطأين او كده يرجع يعادوه تاني لا لازم الولد ياخد فرصته كامله ويبقى عنده اخطاء يبقى في ظهره برده يا كابتن كريم. صحيح. طالما الولد شال كتير شال ماتشات صعبه واحد اسباب فوز النادي الزمالك في ماتشات كتير يبقى لازم ايه؟ لازم تبقى انت في ظهره وتساعده هيبقى كويس. فتاخد ابو فعشان كده هو اتاخر شويه عشان مستوى ابو جبل فعمل برده اكتر من موسم بشكل كويس قوي. جنش قبل الاصابه كان عامل موسم كويس قوي فجت لعواد. صحيح. ومسك فيها. صحيح. كمل. صحيح كمل.